هنبدأ النهاردة إن شاء الله شباب موضوع جديد الخاص بالإنجن الجازولين فيول سيستمز. تمام؟ انتوا هتلاقوا في الكلام اللي هنتكلمه هنا شوية حاجات مكررة. اللي هو تعريف الانجن، الكلام ده اللي احنا كنا بس ايه ده الكلام ده تخطوه شرحناه، بس اللي هو يعني انا بحطه دايما في اول السلايدز ديت تذكيرا ليك ان ده ايه اساس بدايه كلامنا على الموضوع ده. لو تعريف الانجن، الفلمابيليتي ليميتس والفاير تريانجل، انواع الكومباشن، الانترنال والاكسترنال كومباشن انجنز. تمام؟ الكلاسيفيكيشنز بتاعت الانجنز اللي احنا الكلام ده كله اللي احنا ايه خدناه، الميثود اوف فيول ميكسنج والميثود اوف اجنيشن واللود كنترول والكولينج، كل الكلام ده احنا ايه اتكلمنا فيه. تمام؟ وطبعا انت شفت الصوره ديت، ولو تفتكروا انا كان تعليقي على الصوره ديت والسؤال جالكم في الامتحان، جالكم ولا ما جالكوش؟ ما جالكوش، يبقى هيجي لكم ان شاء الله. اهو يلا سؤال خدتوه في الفاينل اهو، قلنا بيبقى انت هتصور، طب مش هجيب قلنا رقم الموتور بيبقى مكتوب في انه حته في الحتت ديت بلوكه اللي هي الجزء اللي في النص اللي هو السلندر بلوك ده اللي بيبقى مكتوب عليه رقم الموتور اللي في الرخصه. طبعا انواع الانتيك والاكزوست فالفز والانواع الكام فالفز البوش رود والسنجل اوفر هيد والدبل اوفر هيد والفور ستروك سايكل، كل الكلام ده لحد هنا انتوا خدتوا ايه الكلام ده كله؟ اتكلمنا على ديت قبل كده؟ ما اتكلمناش. حلو، عايزين بس واحنا دلوقتي داخلين على الانجنز واحنا بنبتدي نتكلم على الفيول سيستمز والكلام ده كله، عايزين نعرف الباور فلو اللي جوه الانجن بتيجي ازاي. تمام؟ هو ايه السورس اساسا بتاع الباور في الانجن؟ الفيول، اللي هو الانرجي بتاعت الفيول اللي بتبقى متخزنه على شكل كيميكال انرجي في الفيول ذات نفسه. تمام؟ المفروض ان احنا بقى اللي خدناه اللي فات ده كله احنا بنعمل ايه؟ ان احنا بنشوف الفيول ده لما بيتحرق بيتحول ازاي لباور لكومباشن، صح؟ طب الكومباشن ده الباور اللي بتحصل في الكومباشن، تمام؟ يعني الورك اللي احنا خدناه والحاجات اللي احنا خدناها دي كلها، هل ده الاكتوال ورك اللي انا باخده من الانجن؟ يعني مش في المسائل بتاعتنا كنت بقول لك ممكن احسب لي الورك، ادي لك فيول واير واقول لك احسب لي الورك، هل الورك ده كان هو الاكتوال ورك اللي انا باخده من الانجن؟ لا. ليه؟ عشان كنت بستخدمه في حاجات ثانيه، كنت مثلا الورك ده كنت بدخله على اي سي مثلا او كده، وطبعا يبقى في بروسيس جوه فما يبقاش ده انا بحسبه. طب الورك اللي احنا بنحسبه ده، ده ورك فين بالظبط؟ بالظبط ده الورك اللي موجود جوه الكومباشن تشيمبرز نفسها، يعني ده الورك اللي بيأثر على ايه؟ على سطح البيستون اللي جوه عندك، اللي هو بيزق لي البيستون لتحت عشان ابتدي انا اخد منه ايه؟ الميكانيكال باور. تمام؟ فالورك اللي بيطلع ده من الكومباشن جوه السلندر على طول فوق البيستون ده بنسميه الانديكيتد باور. تمام؟ ده بيبقى اسمه الانديكيتد باور، وده اللي هو الباور اللي باخدها فوق سطح البيستون بالظبط. طب الباور اللي باخدها فوق سطح البيستون ديت، البيستون بيبتدي يعمل ايه؟ ينزل، يقوم عامل ايه في الكرانك شافت؟ ينففه. الكرانك شافت ده مش ده راكب على بيرنجز؟ فيها لوسز ولا لا؟ فيها لوسز. البيستون ذات نفسه وهو نازل مش فيه فريكشن ما بينه وما بين الوولز عشان السيلز اللي محطوطه فيه؟ فدي لوسز. مش الكرانك شافت ده راكب عليه كام شافت؟ فدي لوسز. مش الكرانك شافت ده بيفتح فالفات؟ دي كمان ايه؟ لوسز. مش الانجن ده عشان يشتغل لازم له ميه تبريد وكولينج ووتر كده؟ كولينج ووتر ده بيتحرك ازاي؟ بالبمب، ففي ووتر بمب. تمام؟ لو العربيه فيها باور، لو الباور ده هيدروليك بيبقى فيه ترومبه ايه؟ باور، بتشتغل برضه منين؟ من على الكرانك شافت. العربيه فيها تكييف،
التكييف ده بيشتغل برضو منين؟ من على الكرانك شافت. كل الكلام ده هل ده اوتبوت باور انا باخدها؟ هل ده اوتبوت باور انا باخدها؟ لا. كل ده دي تعتبر بنسميها لوسز جوه الانجن ذات نفسه. امال الاكتشوال اوتبوت باور اللي انا باخدها دي بتبقى ايه؟ الباور اللي باخدها من الكرانك شافت بقى على الفلاي ويل بره، باخدها من ايه؟ على العجله. دي اللي بتتسمى البريك باور. تمام؟ وعشان كده انت لما بيجي يقول لك لما بيجي يقول لك العربيه ديت مثلا 100 حصان، هو قصده بيها انه باور من الثلاثه دول؟ ليه؟ مين عنده ايه؟ بريك باور. مين عنده راي ثاني؟ مين عنده راي ثاني؟ مفيش اي تعليقات. هي فعلا البريك باور. تمام؟ الباور اللي بيديها لك في كتالوج العربيه ديت دي البريك باور اللي انا باخدها اكشولي على ايه؟ العجله. تمام؟ لان مش منطقي ان انا اقول لك مثلا الانجن ده مثلا 100 حصان ويكون اساسا شويه الاكسسوارز باللوزز بالفريكشن بالكلام ده كله 20 حصان مثلا ولا حاجه، والباور البريك هي الايه؟ ال 80. تمام؟ نيجي بقى لايه؟ للجازولين فيول سيستم. خدوا بالكم ان في شويه حاجات هنتكلم عليها دلوقتي هي مشتركه ما بين الجازولين والديزل اساسا. يعني لما تيجوا ان شاء الله تاخدوا الانترنال كومبشن الترم الجاي باذن الله، هتلاقوا نفسكم ان في حاجات كتيره شبه مكرره من اللي احنا ايه؟ بنقول. من ضمنها هتلاقي السلايد دي بمنظرها كده موجوده عندك. تمام؟ لان الجازولين والديزل فيول سيستم هو في الاخر فيول سيستم لكار، لعربيه، لانجن. تمام؟ فلي اوبجكتيفز معينه. ايه الاوبجكتيفز ديت؟ اول حاجه الفيول اساسا موجود فين؟ في التانك. وانا عايز اوصله فين؟ جوه الانجن. فلازم ان انا اعمل ترانسفيرنج للفيول من التانك لحد ما اوصله لجوه مين؟ السلندر. تمام؟ تاني حاجه، طب انا هنقل الفيول باي كميه كده وخلاص ولا لازم الكميه المظبوطه على حسب الاير تو فيول ريشيو؟ لازم كميه مظبوطه، فلازم اعمل له ميترنج. تمام؟ واحسب بالظبط كميه الاير الفيول قد ايه اللي هدخلها لكل سلندر. تمام؟ طبعا على حسب الاير تو فيول ريشيو اللي احنا ايه شغالين عليه. تالت حاجه، لازم ان انا اعمل له جود اتوميزيشن. ليه؟ هو انا الفيول ده لو خدته كبيته كده زي ما هو ليكويد في السلندر في جوه السلندر، هل هيتخلط؟ ده ليكويد والهواء جوه ايه؟ جاز، هيتخلطوا مع بعض؟ مش هيتخلطوا مع بعض. فلازم ان انا ادخل الفيول اساسا ايه؟ اتومايزد، عشان يبقى يتحول لفيبر بسهوله جدا ويتخلط مع الاير ويبتدي ان هو ايه؟ يعمل جود ميكستشر ما بين الاير وما بين الفيول. تمام؟ عشان كده على فكره انت في اوقات تسمعوا مشكله لما مثلا تيجي العربيه تلاقيها بتاكل بنزين او بتلاقيها بتطلع عدم كتير في الايه؟ في الشكمان. او بتطلع ريحه بنزين مع الشكمان يقول لك طلع البنزين ني. ميكانيكيه يقول لك من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل كده ايه؟ يقول لك ان الرشاشات بتسيل. حد فيكم سمع الكلمه دي قبل كده؟ رشاش بيسيل يعني ايه؟ ان الانجكتور بتاع العربيه مش بيعمل اتومايزيشن للفيول. عارفين بالظبط بخاخه المكوى؟ صح؟ بخاخه المكوى مش ليها نوزل من قدام كده انت بتربطها او تفكها؟ لو انت فكيتها وتيجي تضغط مش بتلاقي الميه طالعه شت كده متواصله على بعضه؟ طب لو فضلت تربطها لحد قرب الاخر ورحت ضاغط مش بتلاقيها بتطلع اتومايزد كده ايه؟ فيريفايد دروبلتس طايره؟ حتى اساسا الفيريفايد دروبلتس ديت ممكن لو انت عملتها في الجو ما تشوفهاش وهي بتنزل. لانها تكون خلاص اتبخرت اساسا ايه؟ وهي نازله في الاتموسفير العادي بتاعها. تمام؟ الانجكتور بيطلع الفيول زي البخاخه وهي انت قافل النوزل بتاعتها كده. لو باظ الانجكتور وابتدى يطلع الفيول كجت ليكويد يبتدي الفيول ده ما يلحقش يميكس كويس ويطلع ني زي ما هو ويعمل لي مشاكل
في البرفورمانس بتاع الانجن. طب احنا بالنسبه لنا دلوقتي ايه الكومبوننتس بتاعه الفيول سيستم؟ طبعا انا عندي الحاجات الاساسيه اللي احنا كلنا عارفينها، ان انا عندي التانك تمام، وعندي البامب، وعندي الفلتر، وعندي البايبس، وعندي الانجكشن سيستم اللي هو كاربوراتير بقى او انجكشن اي حاجه من الكلام ده كله تمام. دي الاجزاء اللي احنا كلنا نقدر نعرفها بسهوله. فيهم حاجه زياده اللي مش الكل هيكون عارفها، اللي هي الشاركول كانستر تمام. هنتكلم عليها دلوقتي، نبدا الكومبوننتس واحده واحده. التانك، التانك بيبقى عباره عن ايه او ايه البروبرتيز اللي انا عايزها في التانك بتاعي؟ انا عايز يكون التانك اخزن فيه الفيول، لازم يكون التانك ده كوروجن ريزيستنت تمام، وليك بروف، انا مش عايز التانك الاقيه بيسرب تمام، ومش عايز الاقيه ان هو التوارد جدا انتوا بتسمعوا مشاكل كتير انه بيدخل ميه مع ايه، مع البنزين. انا مش عايز ان التانك ده يكون معمول من ماتيريال لما الميه تدخل تعمل فيه ايه كوروجن ويصدي ويبتدي ايه يتخرب. ولازم في حاجه ثانيه مهمه جدا في التانك، انه يكون يستحمل يشتغل على بريشر اقل او اعلى من الاتموسفيريك بريشر. يعني ايه اقل او اعلى من الاتموسفيريك بريشر؟ انت دلوقتي مونت العربيه، التانك مليان، ورحت جاي واخد العربيه وراكنها في الشمس في عز الحراره اللي احنا فيه ده، منطقي ايه اللي هيحصل للبنزين؟ هيبتدي يتبخر. لما يبتدي يتبخر الضغط اللي جوه التانك يبتدي يحصل له ايه؟ يزيد. زياده الضغط دي لو التانك مش مصمم ان هو يستحمل زياده الضغط دي، ممكن التانك يحصل له ايه؟ ينفجر وراح مسرب ايه؟ الفيول اللي فيه تمام. طب افرض، اكيد طبعا مفيش حاجه مصممه ان هي تستحمل ضغط يزيد الى ما لا نهايه، افرض الضغط فضل يزيد جامد، لازم اعمل ايه؟ لازم ساعتها اتصرف في طريقه ان انا اعمل فينتنج للفيبرز ديت. ليه؟ طب الفينتنج بتاع الفيبرز ديت اطلعه على الاتموسفير ولا اعمل فيه ايه بالظبط؟ انا ممكن اطلعه على الاتموسفير، وعلى فكره اساسا كل تنكات البنزين بتاعت العربيات، عارفين غطا التانك بتاع البنزين؟ غطا التانك بتاع البنزين ده مش غطا عادي بلاستيك كده، يعني ما تروحش ترميه وتروح جايب مكانه غطا بلاستيك عادي وايه وتركبه مكانه. ده الغطا ده فيه تو واي فالف، فالف بسبرينج، ان لما الضغط يعلى جامد جوه التانك يروح الفالف ده فاتح مسرب البريشر العالي ده على ايه؟ على الاتموسفير بره، عشان ما بوظش ايه؟ او التانك عندي ما يتكسرش. طب هل دي حاجه يعني انفايرمنتالي ان انا ارمي الفيبرز دي في الجو؟ لا. طب هل حاجه ايكونوميك؟ بخسر بنزين بالظبط، انا بخسر بنزين. يبقى هل انا اول حاجه اعملها لان انا والبريشر زاد ان انا افنت الفيبرز ديت في الاتموسفير؟ لا، دي مش هعملها الا في الاكستريم كيسز. امال في الكيسز العاديه بعمل ايه؟ بستخدم التشاركول كانستر. احنا كده هنرجع للي فات تاني، بس بمناسبه ان احنا كنا بنتكلم عن الموضوع ده. التشاركول كانستر دي علبه فيها فحم، حبيبات فحم موجوده جنب الموتور تمام، متوصله بالتانك. لما الفيبرز دي تطلع، احنا عارفين الفحم فيه بروبرتي حلوه جدا، ان الفحم بيمتص ايه؟ الفيبرز. دايما بيمتص الفيبرز، انتوا ابسط حاجه تعرفوها ان يقول لك لو مكان فيه ريحه وحشه تحط ايه؟ حته فحمه فيه. حتى في البيوت بينظفوا الريحه او يضيعوا الريحه بتاعت الافران او الميكروويف او الاو اللي هو الفرن الكهرباء، الكلام ده كله بيبقى فيه اكل وعامل فيه ريحه، يروح عاملين ايه؟ حاطين حته فحمه جواه وقافلين عليها.
الفحم بيمتص كويس جدا الفيبرز والروائح والحاجات دي كلها، تمام؟ فده اللي استخدموه في العربيه، حطوا العلبه دي فيها فحم بحيث ان انت الفيبرز دي كلها تطلع تدخل على علبه الفحم، يقوم الفحم ده يعمل فيها ايه؟ يمتصها، يقوم البريشر في التانك يحصل له ايه؟ يقل تاني. طب لو فضل السخنيه دي مستمره والبريشر عمال يزيد باستمرار لحد ما خلاص علبه الفحم دي ما هي اكيد ليها كاباسيتي، ما تقدرش تسحب اكتر منها. لو وصلنا للكاباسيتي ديت ايه اللي يحصل؟ ساعتها الغطاء بقى بتاع التانك هو اللي يبتدي بقى ايه؟ يسرب الفيبرز ديت لبره. طب هل معنى كده ان هي التشاركول كانستر ديت لو اتملت مره واحده خلاص خلصنا؟ ما تستخدمش تاني؟ اكيد لا. انت بتلاقي هنا دي علبه، يعني شايفين الاسكيماتيك ده كده، التانك اهو، الفيبرز اهي تدخل هنا على التشارتو كانستر في الكربون هنا، تمام؟ يجي هنا ده، اعتبر ان هنا ده الانجن، والانجن لما بيشتغل مش بيفضل يعمل ساكشن، صح؟ يعني في فاكيوم. الفاكيوم لما بيحصل هنا بيقوم، انا بيبقى التشارتو كانستر ديت معموله بطريقه معينه ان فيها من تحت حاجه شبه فلتر كده، ان لما الفاكيوم ده يحصل يقوم الهواء يدخل من هنا، تمام؟ ويسحب الفيول يدخله تاني على ايه؟ عند الثروت الفولف وعلى الانتيك مانيفولد بتاع الانجن. يبقى انا كده عملت ايه في الفحم في الفيبرز اللي هنا؟ سحبتها وخدتها وحرقتها وفضيت علبه الفحم. عشان لما اجي ابطل العربيه تاني والتانك يسخن تاني الفيبرز تلاقي مكان تروح ايه؟ تتملى فيه. تمام؟ وابقى انا كده ما رميتش الفيول بره، انا استخدمت الفيول اللي في الانجن اعمل بيه كومباستشن. تمام؟ تاني حاجة في الفيول تانك، احنا قلنا الغطاء بتاعه ده فيه ايه؟ فيه تو واي فالفز، صح؟ التانك بقى دلوقتي انت مليته بنزين، افترض ان هو كان تانك غطاء عادي ما فيهوش فالفات، انت مليته بنزين وعمال بتسحب الفيول ده طول ما العربية ماشية، كمية الفيول عمالة تقل، البريشر اللي فوق سطح الفيول بيحصل له ايه؟ انت دلوقتي عندك تانك، تمام؟ مليان ليكويد، وابتديت تسحب الليكويد ده، لو سحبت الليكويد ده من غير ما حاجه تدخل مكانه هيحصل ايه للبريشر فيه؟ هيبقى فاكيوم، صح؟ فاكيوم، لان انا عمال بسحب الليكويد وحجم الجاز اللي فوق بيزيد، بس مفيش جاز جديد بيدخل ايه؟ في التانك. يبتدي يحصل في التانك فاكيوم بريشر. لو التانك ده قرب يفضى خالص، هو هل التانك ده مفتوح على الاتموسفير؟ مش مفتوح. لو التانك ده قرب يفضى خالص ممكن التانك يحصل له ايه؟ تلاقيه يتطبق على نفسه كده ايه؟ ويتكسر. تمام؟ من الفاكيوم اللي جواه، لان بره بريشر اتموسفيريك وجوه فاكيوم. هل انا عايز ده يحصل؟ يقوم ساعتها التو واي فالف اللي موجود في الغطاء مدخل اتموسفيريك بريشر من بره، مدخل هواء من بره لجوه ايه؟ التانك، عشان يفضل ضغط التانك على طول ايه؟ اتموسفيريك. تمام؟ هل كده دي كل بروبرتيز التانك؟ لا برضه. هو اي تانك، اي جيركن، لو انت ماسك الجيركن ده وفي حبه صغيرين تحت وفضلت تهزه يمين وشمال، بيحصل ايه للحبه للليكويد اللي فيه ده؟ اي حد يقول انا بسال سؤال، يفضل يتحرك رايح جاي يمين وشمال. مش بتلاقي ان في وقت وهو عمال يروح يمين وشمال الارضيه بتاعت التانك بتبان معاك، صح؟ طب هو اساسا الفيول بومب بتسحب منين؟ مش بتسحب من التانك، من ارضيه التانك؟ وهل العربيه ديت ثابته ولا بتتحرك؟ بتتحرك. يعني لو انت التانك قرب يفضل ولمبه البنزين مثلا منوره،
وانت جاي تاخد يوتيرن مثلا ولا حاجه، هل البنزين كله يروح في جنب واحد وتلاقي البامب مش لاقيه فيول وتروح عربيه مبطله؟ هل ده بيحصل؟ لا. ليه؟ لان التانك بيبقى محطوط فيه من جوه بافلز. بافلز يعني ايه؟ وولز كده، شيتس كده من ميتلز جواه كتيره جدا، بحيث ان انا ما اسمحش ان الفيول كله اللي تحت ايه يجري في جنب واحد وقت الكورنرنج ووقت الكلام ده كله، بحيث ان يفضل حوالين الفيول بامب دايما على طول الفيول متجمع ايه حواليها. تمام. وبرده في حاجه كمان في التانك، طيب بقى احنا كنا بنتكلم في التانك بس. تمام. لو لا قدر الله العربيه اتقلبت او في حاله حادثه جامده، مش ممكن لا قدر الله الفيول لاينز مثلا اللي ناحيه الموتور تتقطع ويبتدي الفيول يطلع منها على الموتور السخن ويولع؟ صح. لازم ان بيركب حاجه على سيفتي فولف راكب على التانك، ان لا قدر الله في حاله الحريق، حاله العربيه اتقلبت او ان في صدمه جامده او حاجه زي كده، يقوم الفولف ده بميكانيكال اكشن معين فاصل سكه الفيول اللي خارج منين؟ من التانك، عشان يحمي العربيه والركاب في حاله ايه؟ الحوادث لا قدر الله. تمام. ده كده كلامنا بالنسبه لايه؟ للتانك. هو لما يبقى في فاكيوم في التانك وحضرتك قلت ان الفولف هيدخل لي اتموسفير كتير عشان يوازن البريشر، صح؟ مش لما اجي افضل املى التانك تاني، ايه بقى ده هيروح فين؟ هيمشي في الفايبس بتاعت البيت؟ لا طبعا. هو انت لما بتملى التانك، لما بتيجي تمود التانك، انت بتبقى مركب خرطوم ستريكت على فتحه التانك، ولا بتحط المسدس بس في التانك كده؟ اكنك بتملى ازازه ميه. انت لو بتملى ازازه ميه ايه اللي بيحصل؟ انت بتفضي الميه من فوق، تمام؟ الهواء بيطلع من حوالين الميه. بس. نيجي لتاني كومبوننت اللي هو الفيول لاينز. تمام؟ الفيول لاينز ايه البروبرتيز بتاعتها؟ انا بحتاج في الفيول لاينز ديت تكون فليكسبل، تمام؟ معموله من رابر طبعا عشان فليكسبل معموله من رابر، بس في نفس الوقت انا عايزها تكون reinforced، عشان انا مش عايز اي خبطه ايا كانت هي ايه ان هي تروح قطعالي خرطوم البنزين. عارفين انت خرطوم البنزين لو قصيتوه وبصيتوا فيه من جوه هتلاقوه عامل ازاي؟ في تيوب رابر من جوه وحواليه عارفين وصلات الميه بتاعت السخان اللي هي اللي بتلمع ديت الميتال ديت، عارفينها ولا لا؟ وصلة الميه بتاعت السخان ديت انت لو مسكتها وبصيت عليها تلاقي ان هي اللي من بره ده ستيل وايرز رفيعه ملفوفه مجدوله كده ومعموله ايه؟ فوقيها. ده اللي بيبقى حصل بالظبط في ايه؟ في الفيول لاينز. بيبقى الفيول لاين هو رابر وستيل reinforced with steel braided او braided steel armoring، اللي انت بيبقى عندك خد اسلاك حديد كده جواه، تمام؟ يعني وفوقيها رابر تاني بحيث انها تدعمها وتقويها، تمام؟ بيستخدم النوع من الخراطيم ديت في العربيات الجازولين. طبعا لازم وانا بمشي الخراطيم من التانك لحد الموتور قدام، ان طبعا هل ينفع امشي الخرطوم تحت العربيه على طول بالظبط؟ ما ينفعش. طب انا لو رحت خابط في مطب ولا في طوبه ولا حاجه تروح قاطع عليه خرطوم البنزين؟ لا. لو حد فيكم مشى ورا خراطيم البنزين اللي جوه العربيه تحت العربيه هتلاقي ان العربيه من تحت مش فلات، فيها تضليعات كده من جوه، هتلاقي في واحده من التضليعات دولت الخرطوم ماشي جواها لحد ما يوصل لحد قدام لحد مين؟ الانجن. تمام. ولازم طبعا ان انا مثلا مش هثبت الخرطوم بتاع الفيول في جزء مثلا ليه حاجه بالسسبنشن،
مش كل ما العربيه ماشيه والعجل طالع ونازل ولا مش عارف ايه يروح الخرطوم هو كمان ايه طالع ونازل. انا عايز الحاجات دي كلها تبقى ثابته تماما وبعيده عن اي مكان صدمات. تمام. ثالث كومبوننت الفيول فلتر. الفلتر ده مجرد ان هو بيبر فلتر عادي يفلتر الشوائب اللي موجوده في الفيول قبل ما تروح لايه للانجن. تمام. والتشاركول كانستر اللي اتكلمنا عليه. بالنسبه بقى للفيول بامب. الفيول بامب وعلى ما اعتقد انتم ممكن يعني اغلبكم شافها بتاعه الجازولين. ممكن تحاولوا تفكروني حد فيكم يفكرني المحاضره الجايه ان شاء الله قبلها الصبح مثلا ولا حاجه كده ابعتوا لي على الواتساب ان اجيب لكم فيول بامب وانجكتورز. تمام. عشان دولت عندي في المكتب فاجيبهم لكم قبل ما اجي المحاضره تشوفوهم على الطبيعه عامل ازاي. تمام. الفيول بامب دي اللي بتنقل الفيول من التانك لحد الانجن. عندي فيها نوعين يا ميكانيكال يا الكتريك. تمام. الميكانيكال دي مش هتلاقيها الا في العربيات الكربراتير القديمه فقط. تمام. وبتكون الميكانيكال ديت يا اما ديافرام بامب كده يا اما بلانجر. تمام. وظيفتها كلها ان هي تسحب الفيول من التانك وتضخه للانجن. اللي هتلاقوه في كل العربيات اللي موجوده دلوقتي ان هي البامب هتكون ايه؟ الكتريكال بامب سواء من فين او رولر تايب. تمام. الفيول بامب الالكتريك فيول بامب يعني اللي هنتكلم عليها. انتوا خدتوا البامبس الاول في الفلويد ولا لا؟ خدتوا الفين بامب والرولر بامب والحاجات دي كلها ولا ما خدتوهاش؟ ايه؟ ماشي. المهم يعني هي فكره البامب بصفه عامه انها ايه؟ ان انت اهو الروتور ده وهو بيلف شايفين فيه الكور اللي موجوده ديت هنا ايه؟ اللي في المساحه ديت. وهي بتلف بتبقى الكوره في سبرينج من هنا تمام بتزقها وبتبقى نتيجه ان هي بتلف اصلا بسرعه عاليه السنتريفيجال فورس تبقى زقه الكوره ايه؟ لبره. فالكوره دي بتبقى قافله يعني بتسحب شايفين الفيول اللي هو الجزء اللي بالازرق ده يدخل مثلا ما بين الكوره دي والكوره دي يروحوا حابسين شويه الفيول دول ما بينهم. وطول ما هي عماله تلف انا عمال ازق الفيول ده هنا بس وانا عمال ازقه الفوليوم اللي هنا عمال يحصل له ايه؟ بيصغر. يقوم الضغط يبتدي يحصل له ايه؟ يزيد. يقوم جاي على الديستشارج فولف هنا ايه؟ طالع الفيول بضغط عالي. تمام؟ البامبس في اي عربيه من العربيات بتاعه الجازولين اللي موجوده ملهاش غير مكانين. المكان المعتاد ان البامب بتبقى موجوده جوه التانك. تمام؟ المكان المعتاد ان البامب بتبقى موجوده جوه التانك. ودايما اغلبكم لما بيجي لو اتعرض لموضوع ان هو يغير الترومبه بتلاقيه يروح جاي في الميكانيكي فاكك الكنبه اللي ورا وتلاقي تحت الكنبه في غطا كده ده غطا بتاع التانك تحتيها على طول يروح فاكك الغطا بيطلع الترومبه ومغير ايه؟ مركب الترومبه الجديده. تمام؟ وفي نوع تاني بيبقى ان لاين اللي فاتت دي انا قلتها اللي هي ان تانك. في نوع تاني بيبقى ان لاين. ان لاين يعني ايه؟ يعني بتلاقي التانك مقفول عادي خارج منه خرطوم الخرطوم ده واصل على البامب البامب بره تبقى تحت العربيه تمام جنب التانك على طول وخارج الخارج منها رايح على ايه؟ على الانجن على طول. وبيعتمد ان البامب دي بتعمل سكشن كويس فالسكشن ده هيسحب لي الفيول من التانك من الخرطوم ده لحد ما يوصل لمين؟ للبامب. طب انا هو فيهم الافضل او اعرف فيهم يعني ايه مزايا ده وايه عيوب ده؟ لو هي البامب ان لاين هيبقى سهل جدا ان انت توصل للبامب وتغيرها لو حصل فيها مشكله لو هي ان لاين. تمام؟ انما لو ان تانك انت لازم بتفك الكنبه وبتفك الكفر بتاع التانك وبتطلع
تطلعها وتعملها وترجع تركب تاني، تبقى صعب ان انت ايه توصل لها بسهولة. الحاجة التانية البومب ديت مش دي الكتريكال بومب صح؟ دي الكتريكال بومب يعني في كارنت ماشي فيها، والكارنت ده بيعمل فيها ايه؟ اكيد اي حاجة ماشي فيها كارنت بيحصل فيها ايه؟ ايه؟ بتسخن. طب لما تسخن مش ده ممكن يبوظها اسرع صح؟ طب لو انا اساسا مغطس البومب ديت جوه ايه؟ الفيول في التانك، مش ده يبردها افضل صح؟ طب حد هيقول لي طب مش دي كهربا وبمب شغاله احطها في تانك فيه بنزين ممكن يعمل سبارك يقوم مولع لي الدنيا كلها. هرجع اقول لك ارجع للفاير تراينجل بتاعك تاني، عندك فيول وعندك سبارك، هل عندك هواء؟ حتى لو في هواء والتانك فاضي هل ده هيقرب من الاير تو فيول ريشيو اللي تدخلنا في الفلابيليتي ليميت؟ لا. فبقى انا كده استفدت بايه؟ ان هي خليت البامب تتبرد جوه التانك. طب هتحرك المشكله هتروح للفيول تمام يعني يفضل يعلى لحد ما يوصل للاوتوميشن. لا واخد بالك هي حراره ان البامب بتدفى تبقى دافيه مش سخنه مولعه تمام. طبعا البامب الالكتريكال بامب ديت مجرد ما بتشتغل او مجرد حتى ما بفتح الكونتاكت بتاع العربيه البامب دي بتظهر شغاله. اغلبكم دلوقتي اكيد انتوا كلكم عندكم عربيات تمام، او عندكم اكسس للعربيه حتى لو ما عندكش. جرب كده اول ما تركب العربيه ما تدورش على طول، افتح الكونتاكت بس وخلاص وركز في الصوت ورا، تلاقي في صوت زنه حصلت كده وراحت ساكته. ايه صوت الزنه ديت؟ ده صوت ترومبه البنزين اللي في التانك اول ما افتح الكونتاكت تقوم هي جايه ايه شغاله عشان تضخ لي الفيول بضغط، ترفع لي ضغط الفيول سيستم اللي عندي عند الانجن تمام. ومجرد ما تدور العربيه بقى البامب دي بتفضل شغاله على طول ما بتقفش. طب عايز اسالكم سؤال، هو هل انا عندي تحكم على البامب ديت؟ هل في اي تحكم؟ ما عنديش اي تحكم، مجرد ما شغلتها خدت ال 12 فولت بتاعتها وهي شغاله على طول. طب هل معنى كده ان الانجن كل مره بيروح بنفس كميه الفيول، ولا هو الانجن كل مره بيحتاج كميه فيول مختلفه؟ كمية هو الانجن بيسحب كل مره في الكومباشن بتاعه نفس كميه الفيول؟ اكيد لا، على حسب السرعه، على حسب اللود، على حسب الباور، كل الكلام ده بيحدد لي كميه الفيول انا عايزها. طب ازاي والبامب دي شغاله كونتينوس؟ البامب ديت انا بعمل لها ديزاين ان هي تفضل شغاله كونتينوس وتبعت لي كميه فيول كونتينوس اكتر كمان من الماكسيمم اماونت اوف فيول اللي ممكن يحتاجه ايه؟ الانجن، عشان اضمن في كل الاحوال ان ايه؟ ان الانجن هيوصل له كل الفيول الكافي دي. طب والفيول الزياده اللي انا ما بحتاجوش بيعمل ايه؟ بيرجع تاني للتانك تمام؟ بيرجع للتانك وبستخدمه ان هو يعمل ايه؟ كولينج للفيول سيستم اللي فوق الانجن. مش الفيول سيستم اللي فوق الانجن ده سخن من سخونيه الانجن؟ تمام؟ لو الانجن سخن قوي وانا واقف مثلا ما بتحركش كتير او واقف في حته زحمه، الفيول ده يبتدي يسخن، يبتدي يعمل فيبرز، ممكن يعمل فيبر لوك، ممكن يعمل لي مشكله. فانا بستخدم ان انا بعدي كميه فيول كتيره، الفيول ده عمال يعمل سيركيليشن يبرد لي الفيول سيستم اللي عندي. تمام؟ وطبعا مجرد ما بطلت العربيه والبامب دي بطلت تشتغل بيبقى عندي هنا نون ريتيرن فالف او تشيك فالف. اللي تشيك فالف ده بيعمل ايه؟ مجرد ما انا بطلت العربيه بيقفل يمنع اي فيول يعدي من التانك لحد مين؟ الفيول سيستم اللي قدام. تمام؟ طبعا احنا عارفين ان الثروتل فالف ان انا في الجازولين انجن
الاكسلريتور بدل انا بعمل بيها ايه؟ بتحكم فيها في الثروتل فالف. الثروتل فالف ده بيتحكم لي في كميه الهواء اللي معديه. يقوم الانجن يشوف كميه الهواء اللي معديه قد ايه وعلى حسب الاير تو فيول ريشيو يحسب كميه الفيول ويبتدي يدخل لي يعمل لي انجكشن للفيول ده جوه السلندر. تمام؟ فطبعا انا لما بفتح الثروتل فالف اكتر الهواء بيزيد يقوم الفيول يزيد وهكذا. تمام؟ بيعمل ايه معلش؟ لو انا عندي طبعا اي انجكشن سيستم هيبقى الاي سي يو هو اللي بيحسب الكلام ده. او بيبقى في طرق ميكانيكال هنشوف هي بتتعمل ازاي. شايفين الرسمه دي كده كلها؟ تمام؟ الرسمه ديت انا ملخص لك فيها كده كل الفيول سيستمز اللي موجوده في الجازولين. تمام؟ اولا انت عندك في كلاسيفيكيشنز كبار وبتفضل تنزل بيهم. عندك في كاربريتورز وعندك في الانجكشن. كاربريتورز يعني ايه؟ انجكشن يعني ايه؟ الكاربريتور من الاخر اللي هو الكاربريتير ده ما هو الا ان هو سيستم بيعتمد على مبادئ الفلويد ميكانكس. ان انت عارف لما مثلا على سبيل المثال لما يبقى في فلو معدي وفي فنشوري يقوم سرعته يحصل لها ايه؟ تزيد. والضغط عند السروت بتاع الفنشوري ايه؟ يقل. لو انا موصل سكه فيول يعني مثلا لو معدي الهواء على الفنشوري ديت وعند السروت موصل سكه فيول يقوم الضغط الصغير اللي عند الفنشوري ده عامل ايه في الفيول؟ عامل له ساكشن لان البريشر قل وبقى في بقى الضغط اقل من الاتموسفيريك يقوم عامل ساكشن للفيول واديني عملت كده ميكسشر من الاير والفيول. طبعا عارفين كل ما كميه الهواء تزيد كل ما سرعته تزيد، كل ما كميته تقل كل ما سرعته تقل، وكل ما كميته تزيد وسرعته تزيد الضغط يقل اكتر فالفاكيوم يزيد اكتر فكميه الفيول اللي اسحبها تزيد اكتر. لو قللت الكميه يعني قفلت الثروت الفالف شويه سرعه الفيول تقل فبالتالي ضغطه عند الثروت يقل فكميه الفيول اللي بسحبها تقل. بيور ميكانيكال سيستم معتمد على المبادئ الفلويد ميكانكس. تمام؟ وفروقات البريشر ما بين نقط مختلفه هي اللي تخليني ايه؟ اسحب الفيول على حسب كميه الهواء. الانجكشن سيستمز بقى دي مختلفه. دي انا بدل ما بعتمد على مبادئ الفلويد ميكانكس وكان في مشاكل كتير في الكاربريتور زي ما هنشوفها كمان شويه كده عايزين نحلها. ان ابسط حاجه الكاربريتور ده هو معتمد على فروقات بريشر. يعني لو انت عندك حصل اي مثلا يعني شويه شوائب خنقوا لك سنه السروت بتاع الفنشوري ده مثلا، مش كده انا صغرت الاريا بتاعت السروت؟ يعني نفس كميه الفلو اللي معدي لما صغر الاريا الصراحه هيحصل لها ايه؟ هتزيد اكتر. يقوم الضغط ايه؟ يقل اكتر. تقوم كميه الفيول اللي ساحبها تزيد اكتر. تمام؟ فكانت مشاكله كتيره جدا وما بقدرش اتحكم فيه لان هو معتمد على فلويد ميكانكس فقط. تمام؟ فبالتالي رحنا عاملين الانجكشن سيستم. تمام؟ الانجكشن سيستم بقى ذات نفسه بيتقسم اثنين، بورت فيول انجكشن وجازولين دايركت انجكشن. احنا عارفين ان الجازولين الفيول بيتحقن امتى؟ او الفيول بيدخل مع الهواء امتى؟ لا، من عند الانتيك فالف بره. بيدخل من الانتيك فالف ميكستشر من الاير والفيول. وفي وقت الانتيك ووقت الكومبريشن هو كل ده ميكستشر من اير وفيول. تمام؟ ده اللي بيتسمى اللي هو البورت فيول انجكشن، ان انا بحقن الفيول في الانتيك بورت قبل الانتيك فالف على طول. تمام؟ في الجازولين دايركت انجكشن اللي هو الجي دي اي، انتوا لو تاخدوا في العربيات السبورتاج والتوسان تلاقي مكتوب عليها من ورا ايه؟ جي دي اي. جي دي اي يعني ايه؟ جازولين دايركت انجكشن. ده نظام في الجازولين بيخلي الجازولين انجن يشتغل زي الديزل. الديزل احنا بنحقن الفيول جوه ايه؟
السلندر. فباجي بروح جاي في الجي دي اي ده مركب انجكتور جوه السلندر وبحقن الفيول جوه السلندر في اخر شوط الكومبريشن كمان، فبقى الانتيك في الجي دي اي هوا بس مفيش فيول معاه. تمام، وهنتكلم عليه ده ان شاء الله برضو تفاصيله ايه. البورت فيول انجكشن، انا قلت لكم بحقن في الانتيك بورت قبل الانتيك فالف على طول. في منه نوعين تانيين، عندي السنجل بوينت والمالتي بوينت. تمام، انتوا مش بتلاقوا فوات مواتير عربيات مكتوب على الغطا الكفر بتاع الانجن ام بي اي؟ صح، ام بي اي دي اختصار لايه؟ مالتي بوينت انجكشن سيستم. يعني ايه مالتي بوينت انجكشن سيستم او يعني ايه سنجل بوينت انجكشن سيستم؟ سنجل بوينت يعني انا بحقن الفيول في حته واحده بس، نقطه واحده بس. وده كان اول بديل للكربراتير. مش الكربراتير هو بيبقى محطوط بس على الانتيك على سلوت الفالف وبياخد الفيول كله ويتوزع على السلندرات. تمام، ال اول ما ابتدوا عايزين يحلوا مشاكل الكربراتير وان انا ما عنديش كنترول عليه، قال لك طب احنا هنعمل انجكشن تمام بس هنشيل الكربراتير ونحط مكانه انجكتور واحد بس. فده اللي هو السنجل بوينت انجكتور. ان انت بتلاقي هنا اهو زي الصوره ديت كده، ان انت عندك السلندرات هو انجكتور واحد هنا مع السلوت الفالف والفيول يميكس هنا في الحته دي ويتوزع هو بقى ايه على السلندرات اللي موجوده. تمام، بس طبعا نفس مشكله السنجل بوينت نفس مشكله الكاربريتور، ان التوزيع للاربع سلندرات هل بيبقى بالتساوي؟ عمري ما بقدر ان انا اظبطها بالتساوي. تمام، فبالتالي قال لك عشان يبقى توزيع الفيول بالتساوي للسلندرات كلها نعمل ايه؟ نحط انجكتور خاص بكل ايه سلندر، فنستخدم المالتي بوينت انجكشن. تمام، بيبقى عندي اهو زي المنظر ده كده انجكتور لكل سلندر والانجكتور محطوط في الانتيك بوينت. تمام، المالتي بوينت ذات نفسها بقى متقسمه تقسيمات كتير. اول انجكشن سيستم مالتي بوينت اتعمل كان الكيجيترونيك، والكي ديت دي اختصار هو اللي اتعمل. بصوا اغلب الانجكشن سيستم اللي اتعملت ديت اللي عملتها شركه بوش الالماني، فكل الحروف ديت دي اختصارات لكلمات الماني اساسا. الكي دي يعني اختصار لكونتينوس، يعني هي ترجمتها بالانجليزي كلمه كونتينوس، هي بالالماني الكونتينوس عندهم اولها حرف كي. فالكيجيترونيك هو اول انجكشن سيستم كونتينوس مالتي بوينت. خلي بالكم من كلمه كونتينوس، انجكشن ما بيقفش على طول شغال. تمام، وده اول سيستم ده كان بيور ميكانيكال ما فيهوش اي الكترونيك كنترول. بعد كده قالوا عايزين نعمل شويه كنترول شويه، فراحوا عاملين الكي اي جيترونيك، خلوا فيه شويه حاجات بيبقى فيها كنترول من الاي سي يو. بعد كده قال لك الانجكشن الكونتينوس ده مش نافعنا، لان احنا عارفين ان الفيول بيتحقن امتى، لازم ادخله في وقت الانتيك ستروك. تمام، بقيه الثلاثه ستروكس الباقيين هل انا محتاج فيول يتحقن فيهم؟ لا، فانا عايز الفيول يبقى فيه متقطع واقدر اتحكم فيه في الانجكشن اكتر بكتير. فراحوا مستخدمين الالجترونيك سيستم، وده اول الكترونيك انجكشن سيستم موجود. تمام، ده اللي بقت الانجكتورز فيها سيلينويدز وبتاخد الاشاره تشتغل، وايه لما اديها سيجنال تفتح ولما اشيل السيجنال ايه يقفل.
دي دي كده مالتي. طب هي ازاي سهلنا لان انا في السنجل او الكاربريتور انا كان الفيول بيطلع من النقطه دي بس، والميكشر بتاع الاير والفيول بيطلع يمشي هنا في الاربع بايبس ديت يتوزع فيهم. انما انا هنا اللي بيعدي من سروت الفالف ايه؟ هواء بس. الهواء هو اللي بيتقسم، وده الهواء ما فيهوش اي مشكله ان هو بيتقسم. وباجي بقى هنا قبل الانتيك فالف على طول اروح مشغل الانجكتورز ديت، هي اللي تديني ايه؟ الفيول. فانا كده وزعت الفيول بالتساوي، تمام. فالالكترونيك ده كان اول الكترونيك انجكشن سيستم. بعد كده بقى راحوا عاملين الموترونيك سيستم اللي هو الام موترونيك. الموترونيك ده بقى هو ده الانجكشن سيستمز اللي موجود في عربياتنا كلها دلوقتي، تمام. لو تاخد بالك انت هتلاقي في هنا ام موترونيك، ام اي موترونيك، ام اي دي موترونيك، تمام. الام موترونيك ده اول تطور في الموترونيك سيستمز، تمام. وده مثلا اللي تلاقيه موجود في العربيات مثلا ايه، اللانوس، الفيرنا، الحاجات القديمه ديت، تمام. الام اي موترونيك ده اللي بقى موجود دلوقتي في العربيات الجديده كلها، الانترا، مش عارف ايه، السيراتو، الحاجات العربيات اللي زي ديت، اللي هي من الاخر مش في عربيات يقول لك ان في بوابات الهواء بتاعتها الكترونيك وفي بوابات ميكانيكال. البوابه الميكانيكال اللي بتتسحب بواير هي الام موترونيك، البوابه الالكترونيك الام اي موترونيك، الام اي دي موترونيك ده الجي دي اي اللي هو الجازولين دايركت انجكشن، تمام. كل الكلاسيفيكيشنز اللي احنا قلناها ديت، تمام، ممكن ليها برضو كلاسيفيكيشن بطريقه تانية. ان انا اقول لك ان انا عندي على حسب الميكسنج، انا في عندي اكسترنال ميكسنج وانترنال ميكسنج انجكشن سيستمز. الاكسترنال ميكسنج اللي بعمل الميكسنج بره السلندر، يعني زي الكاربريتور وزي البورت فيول انجكشن كله، ان انا بعمل الانجكشن قبل ايه؟ الانتيك فالف، وقبل السلندر ما يدخل جوه السلندر. انما الجي دي اي انا قلت لكم بحقن الفيول فين؟ جوه السلندر، فبيبقى انترنال ميكسنج جوه مين؟ السلندر ذات نفسه، تمام؟ الغازولين غازولين ايه؟ غازولين دايركت انجكشن. اه ماله؟ ايه؟ انهو اللي ميكانيكال بالظبط؟ عشان مش في هواء وبنزين. ايوه. عشان اجيبهم بطاريه ميكانيكال ولا الكتريكال برضه زي كده؟ انا مش فاهم ايه اللي ميكانيكال وايه اللي الكتريكال بالظبط؟ ايوه، ما هو ده خلاص. انا من اول ما وصلت للالكترونيك اساسا بقى خلاص بقى الكترونيك انجكشن، بس بعدل فيه وبطور فيه ان انا فيه يبقى فيه كنترول اكتر، وصلت للموترونيك، تمام. كاربريتورز، الكاربريتور ما هو الا ايه؟ عندي ماشي. ماشي. الكاربريتور ما هو الا سيستم، فيول سيستم، تمام، يقدر ان هو يديني الفيول ويعمل لي الميكسشر ما بين الاير والفيول للانجن اللي عندي على حسب الاوبريتنج كونديشنز المختلفه اللي الانجن بيبقى شغال بيها، تمام. الانجن الاير بيدخل بيعدي على الفلتر، اللي هو لو اي عربيه قديمه هتبص هتلاقي الفلتر بالمنظر ده كده فيها، تمام. يدخل بعد كده على الكاربريتور، الكاربريتور ده بيبقى الثروتل فالف جواه، تمام.
لما بدوس على اكسلريتور بيدال يفتح السلوت الفولف زي المنظر اللي فوق، لما اشيل رجلي يقفل زي المنظر ده. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ هو مبني على مبدا الفنشوري اللي انا ايه قلت لكم عليه ده، تمام؟ ان بكل بساطه ان انت الهواء معدي وبيعدي على اريا فيها سلوت، اريا صغيره منطقي نقطه 2 بيحصل ايه؟ سرعه الهواء بيزيد، يقوم ضغط الهواء يبتدي يحصل له ايه؟ يقل. بقى وما انا جاي عند نقطه 2 موصل، شايفين البايب ديت؟ تمام، البايب ديت اخرها عند نقطه 2، بحيث ان عند نقطه 2 دي لما الضغط يقل ويبقى فاكيا والبريشر هنا يبقى اتموسفيرك، يقوم الفيول يدخل مع مين؟ مع الهواء بفرق الضغط. تمام، بص كده على المنظر ده. لما ابقى شايل رجلي عند وسط البنزين والسلوت الفالف ماله مقفول، هل معنى كده ان في هواء بيعدي كتير؟ لا، الهواء ما بيعديش. طب طالما مفيش هواء بيعدي، هل هيبقى في فرق بريشر ما بين النقطه دي والنقطه دي؟ لا. يبقى هل هيبقى في سكشن؟ مفيش فيول بيعدي. طب ابتديت افدوس شويه على الدواسه وافتح السلوت الفالف شويه، تلاقي كميه الهواء زادت، ابتدى البريشر هنا ايه؟ يقل. السرعه بتاعت الهواء زادت والبريشر هنا ابتدى ايه؟ يقل شويه. يبتدي تلاقي فيه شويه سكشن وتلاقي الفيول يبتدي ايه؟ كميته تدخل زياده شويه معاه. طب رحت فاتح السلوت الفالف على اخره، كميه الهواء زادت جدا، راحت سرعته زادت اكتر، راح ضغطه قل ايه؟ اكتر. تلاقي كميه الفيول اللي مسحوبه ايه؟ واخد بالك من منظر كميه الفيول هنا وهنا؟ تلاقي كميه الفيول زادت اكتر. وهو ده من الاخر البرنسبل اوف اوبريشن بتاع ايه؟ الكربريتور. In this video, I will be explaining about carburetor. The function of the carburetor is to produce combustible air-fuel mixture by mixing the proper amount of fuel with air, as per the engine load requirement, before supplying charge to the engine cylinder. A simple carburetor mainly consists of following things: float chamber, fluid discharge nozzle, metering orifice, venturi, throttle valve, and choke valve. Before venturi, there is a filter, which filters out all the incoming impurities coming with air into the carburetor. The function of the float in the needle valve system is to maintain constant level of gasoline. جوه الكربريتور، تمام؟ مش الكربريتور ده هو اللي بيدي الفيول للهواء؟ بيبقى عندي floated chamber. يعني ايه floated chamber؟ اللي هي غرفة كده فيها البنزين. البنزين ده اللي جاي منين؟ من الفيول بامب، من التانك. يملى الفلوت تشيمبر دي اهي كده، تمام؟ يملى هنا الفيول، وتلاقي في هنا عوامه. ايه لازمه العوامه ديت؟ عوامه وليها بلف من هنا، لما الليفل يوصل لليفل معين تقوم العوامه دي تطلع تقوم قافله ايه؟ سكه الفيول، تمام؟ ولما الليفل ينزل تقوم نازله ومدخله فيول. طب انا ليه حاطط العوامه ديت؟ عشان ما يجيش ان في وقت، ما هو انا مش ممكن في وقت يبقى الانجن في الايدلنج وكميه الفيول بتتسحب قليله جدا، صح؟ فاللي جاي من البامب اكتر بكتير جدا من اللي ايه؟ من اللي بيتسحب. يقوم التشيمبر دي تتملى لحد ما تلاقي ان هنا الفيول بقى ذات نفسه بيطلع باندفاع البامب على ايه؟ على السيستم، او هو من هنا. استنى نرجع بس كده. الفيول هو مش انا كنت بوريكي في الصوره اللي فاتت اللي هو النقطه اللي هي اللي كانت محطوطه عند الفنشوري اللي بتسحب الفيول، اللي هو اللاين ده كده، تمام؟ الفيول اللي بيدخل هنا في الفلوت تشيمبر ديت
مالي لحد الليفل ده كده هنا تمام وبيطلع من هنا بتأثير اللي هو الفنشوري افكت اللي برنولي افكت تمام. لو الليفل اللي هنا ده بتاع الفيول ابتدى يعلى لحد ما وصل هنا مثلا، مش اساسا الليفل ده اعلى يعتبر من الليفل بتاع النقطه ديت؟ هتلاقي الفيول من نفسه لوحده من غير فرق بريشرات يروح عامل ايه، يروح طالع داخل على طول على هنا، فتلاقي كميه الفيول اللي في الانجن مالها عاليه جدا، والانجن ممكن اصلا يبطل لدرجه ان هو يبطل لان كميه الفيول كبيره اكتر من الايرت فيول ريشيو بتاعته تمام. فعشان كده بحط الفلوت ديت جوه الفلوت تشامبر. تعالوا نكمل الفيديو. In the float chamber. If the amount of fuel in the float chamber falls below the designed level, the float goes down, thereby opening the fuel supply valve and admitting more fuel. When the designed level of fuel is reached, the float closes the fuel supply valve, thus stopping the additional fuel supply from the system. The float chamber is vented either to the atmosphere or to the upstream side of the venturi. This will keep the float chamber at atmospheric pressure. During suction, خدت بالك هو قال لك احنا برضه بيعمل ايه؟ بيخلي الفلوت تشامبر من فوق معمول لها فينتنج للاتموسفير، او على الاقل ما عم بتوصله بقبل الثروت الفالف. ليه؟ علشان اضمن ان على طول البريشر اللي فوق الفيول ماله اتموسفيرك، لان لو البريشر اتغير فوق الفيول فبالتالي عند نفس البريشر، يعني لو البريشر هنا في النقطه دي ثابت والبريشر هنا عمال يتغير، هل الفيول هيبقى ثابت؟ لا، الفلو هيتغير. فلازم اضمن ان البريشر على طول هنا اتموسفيريك عشان كميه الفيول اللي بتتسحب تبقى معتمده فقط على البريشر اللي عند الثروت بتاع الفنشوري. Air is drawn into the venturi which has minimum cross sectional area at the throat. As the air passes through the venturi, the velocity of the air increases to maximum at venturi throat. As the velocity increases, the pressure at venturi throat decreases and become lower than the pressure inside the float chamber. Atmospheric pressure inside the float chamber pushes the fuel, causing it to rush through the metering orifice and comes into the venturi throat from the fuel discharge nozzle. Since the opening of the fuel discharge nozzle is small, as the fuel comes out of the discharge nozzle, it atomizes and mixes with air, making uniformly mixed air-fuel mixture. This air-fuel mixture, which is also known as charge, is fed into engine cylinder. The pressure difference between the float chamber and the throat of venturi is known as carburetor depression. To avoid overflow of the fuel through the jet, the level of the fuel inside the float chamber is maintained at a level which is slightly below the tip of the fuel discharge nozzle. The gasoline engine is quantity governed, which means when power output is to be varied at a particular speed, the amount of charge delivered to the engine cylinder is varied. This is achieved by means of a throttle valve, usually of butterfly type, which is situated after the venturi tube. If the throttle valve is fully closed, no air will flow through the venturi. In this case, the idler air bleed will supply sufficient. واخدين بالكم قال لكم ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ لو الثروت الفالف اتقفل. الثروت الفالف اتقفل يعني ايه؟ يعني انا شلت رجلي من على ايه؟ من على الدواسه. وهل انا لو شلت رجلي من على الدواسه العربيه بتبطل؟ تفضل شغاله. معنى كده ان لازم في فيول داخل لها وإير. طب انا لما شلت رجلي من على الثروت الفالف اللي على الدواسه والثروت الفالف قفل، الهواء اللي معدي من هنا كميته ما تسمحش ان هو يعمل فرق بريشر هنا ان الفيول يطلع من هنا. امال الفيول ده بيجي منين؟ بيجي من حاجه اسمها الايدل ميكستشر سكرو، فتحه ثانيه انا عاملها تمام واصله زي ما انتم شايفين كده اهي تحت الثروت الفالف على طول، وواصله من البايب دي بالفلوت تشامبر تمام. طب ايه اللي بيخلي الفيول يطلع من هنا اساسا وينزل لحد تحت هنا؟ هو دلوقتي انا اسالكم على حاجه، البريشر في النقطه دي ماله؟ او النقطه ديت متوصله بايه في الانجن؟ ايه؟ مش دي متوصله بالانتيك مانيفولد؟ صح؟ والانتيك مانيفولد دي السلندرات وهي شغاله عماله تعمل انتيك، فالحته دي بيبقى فيها مالها؟ فاكيوم، البريشر فيها بيبقى قليل جدا تمام؟
تمام. والبريشر فوق الفيول هنا قد ايه؟ اتموسفيرك، فيقوم مخلي الفيول يطلع من هنا وينزل من عند الايدل سكرو ده من هنا. An air fuel mixture so that the engine is idling. Idling means to keep the engine in running condition when the vehicle is not in motion. If the throttle valve is partially open, less air will flow through the venturi. Thus, less airflow will produce less pressure drop, which in turn causes lesser fuel to discharge through the discharge nozzle, and hence less air-fuel mixture is delivered to the engine cylinder. Therefore, the power output of the engine is reduced. If the throttle valve is open fully, more air will flow through the venturi. Thus, more air causes more pressure drop in the venturi region, which in turn causes more fuel to discharge through the discharge nozzle, and hence more air-fuel mixture is delivered to the engine cylinder. Therefore, the power output of the engine is increased. You can also see another butterfly valve is provided before the venturi. دلوقتي هو ايه اللي بيحصل؟ مش احنا قلنا في الايدلينج بيبقى الفيول طالع من الايدل سكرو اللي هنا ده؟ صح؟ هل بيبقى في فيول طالع من هنا؟ من المين نوزل؟ لا. طب لما ابتدي ادوس سنه بسيطه على الدواسه ايه اللي بيحصل؟ بفتح السروت الفالف سنه بسيطه. كميه الفيول اللي بتعدي كميه الاير اللي بتعدي بتبقى ايه؟ بتبتدي تزيد شويه. بتبقى عامله لي هنا بريشر دروب بس حاجه ايه؟ بسيطه. ساعتها في الوقت ده الفيول بيطلع بكميه صغيره من المين نوزل وبكميه صغيره برضو من مين؟ من الايدل ميكستشر سكرو ده. تمام؟ لما ادوس اكتر وافتح السروت الفالف اكتر يبدا بقى ساعتها كميه الفيول يحصل لها ايه؟ كميه الاير يحصل لها ايه؟ تزيد. يبتدي الفاكيوم هنا ماله؟ يزيد اكتر. ويبتدي بقى هنا البريشر اللي عند السكرو هنا تقريبا قد البريشر اللي فوق هنا في الحته ديت اللي هو يعتبر اتموسفيرك. فهل هيبقى لسه في فلو مكمل من هنا؟ تلاقي الفلو يقل تماما من هنا ولو نزل من الايدل سكرو يبقى حاجه مهمله، بس المين فلو كله جاي منين؟ من المين نوزل لحد ما افتح السروت الفالف لحد اخر. رجعت قفلت السروت الفالف تاني يبتدي اللي يشتغل الايدل سكرو. تمام؟ تقدر تسال ايه؟ هو مش المفروض ده في الفلو الاوتوماتيك؟ اه. طب هو كده في السكرو دوت الفتحه اكبر من اللي هي عند السروت؟ لا لا لا، خد بالك هي السكيماتيك بس اللي كده، انما الفتحه حرفيا يعني في سن دبوس. في حاجة زيادة، لو بصيت في الكربريتر هتلاقي الكربريتر تلاقيه أكنه فيه اتنين سلوت الفالفز، فيه اتنين سلوت الفالفز أو يعني نفس شكل سلوت الفالف، واحد تحت واحد فوق خالص، بس هما مش الاثنين السروت الفالفز. اللي تحت ده هو السروت الفالف واللي فوق حاجه اسمها التشوك فالف. This is called choke valve. The function of the choke valve is to choke or block the air fuel supply, causing very less quantity of air to pass through it. During the suction stroke, there is a partial vacuum in this region. Since air supply is choked or blocked partially, this will cause less air and more fuel to be drawn in, thus producing fuel-rich air-fuel mixture. Choke valve is very helpful during cold starting of the engine, since we all know, during cold weather, the engine usually do not start. This is because of lower temperature, due to which, the fuel do not vaporizes and mixes with air, to give uniform mixture. In this case, we close the choke valve, to provide more fuel and less air to the engine cylinder. Thus, supplying fuel-rich mixture and helping in starting of the engine during cold weather. This is how theoretically a carburetor works. I hope you have understood the التشوك فالف ده بيعمل ايه؟ بكل بساطة العربيات القديمة تلاقيه يقول لك ان فيها يقول لك فيها شداد هواء جنب الدركسيون كده. ايه شداد الهواء ده؟ ده اللي بيقفل التشوك فالف.
في البداية وانت بتدور العربية وهي باردة، الفيول اللي طالع بيمشي مسافة قد ايه؟ بيدخل جوه الكربريتور، يعدي على سروت الفولف، يعدي على الانتيك مانيفولد، يعدي على الانتيك فولف، يعدي على السلندرات وعلى البيستونز والكلام ده كله لحد ما يبتدي يتحرك. الانجن وهو بارد في البداية كل الاسطح دي مالها؟ برد. احتمالية كوندنسيشن الفيول عليها ماله؟ كبير. فلو الفيول بيحصل له كوندنسيشن هل هيميكس كويس مع الهواء؟ مش هيميكس كويس مع الهواء، فبالتالي ممكن اساسا ان الانجن ايه ما يقدرش يشتغل. فانا محتاج في الكولد ستارت اعمل ايه؟ ازود كميه الفيول، اخليه ريتش ميكسشر عشان اعوض الفيول اللي بيحصل له ايه كوندنسيشن. ده بيتعمل ازاي؟ بالتشوك فالف. ده التشوك فالف ده لما بقفله ايه اللي بيحصل؟ بمنع الهواء ان هو يقدر يعدي براحته من فوق، فبالتالي بيبقى كل الحته اللي تحت دي متعرضه لضغط ايه؟ الفاكيوم بتاع الانجن، فتبقى كلها ضغطها فاكيوم عالي، فكميه الهواء اللي معديه قليله. بس بقى دلوقتي الفاكيوم فين؟ الفاكيوم بقى هنا وهنا، تمام. انا كنت في الاول بعمل الفاكيوم بسبب ايه؟ ان الهواء الكتير سرعته بتزيد عند الثروت فضغطه يقل. انما دلوقتي هل في هواء كتير؟ لا، لان انا قافل التشوك فالف. بس هل في فاكيوم؟ لان انا موصله بمين؟ بفاكيوم الانتيك مانيفولد على طول، تمام. فكميه الفيول يحصل لها ايه؟ تزيد قوي زياده عن اللازم، فتعوض لي اللي بيتكثف في الانجن. التشوك فالف ده بيتفتح بطريقه او بيشتغل بطريقتين. في طريقه بالثيرموستات ان هو والانجن بارد يبقى هو مقفول، يسخن يروح الثيرموستات فتحه، وعن طريق مانيوال ليفر دراع جوه العربيه، تمام. اكتر المشاكل اللي كانت بتحصل لما كان بيبقى الدراع مانيوال ان السواق يشد الصبح قبل ما يدور على العربيه، بيدور على العربيه وينسى ان هو ايه يرجعه. طول ما العربيه كده شغاله، هي شغاله بميكستشر ايه؟ فيري ريتش، تستهلك كميه فيول اكتر بكتير جدا من ايه؟ من الطبيعي بتاعها، فتلاقي الفيول كونسبشن بتاعها عالي، فلازم هو يفتكر يرجعه بنفسه عشان ما يعرضش نفسه ان يبقى ايه؟ الفيول كونسبشن كبير. ده الكلام اللي احنا قلناه. في حاجة في الكربريتور اسمها الاكسلريشن بومب او الاكسلريتور بومب، تمام. انت لو عايز تعمل سادن اكسلريشن بتروح داس مره واحده على دواسه ايه؟ البنزين. اول ما تدوس على دواسه البنزين بيحصل ايه جوه الكربريتور؟ سروت الفالف بيفتح مره واحده. اول ما سروت الفالف بيفتح مره واحده بيحصل ايه؟ كميه الهواء تزيد مره واحده. هل الفيول بيزيد معها مره واحده؟ اكيد هيبقى ابطا شويه، لان الهواء هيزيد مره واحده، يبتدي البريشر يقل، يبتدي الفيول ايه يزيد. بس في لحظه الدوسه ديت، في اوقات لو الدوسه جامد قوي مره واحده فجاه جدا، كميه الهواء تزيد قوي، كميه الفيول تبقى لسه قليله، تلاقي الميكستشر فيري لين لدرجه ان ممكن الانجن اصلا يبطل، تمام. فانا علشان اعوض الكلام ده بعمل ايه؟ شايفين الصوره ديت؟ شايفين الجزء اللي هنا ده كده، الجزء ده والكاما اللي هنا ديت؟ الكاما ديت واصله بدواسه البنزين بالاكسلريتور بيدل. اول ما اضغط عليها مره واحده تقوم عامله ايه؟ تقوم زقه البلانجر ده لتحت زي الصوره دي. مش البلانجر ده محول محوش هنا فيول وشايف سكه الفيول عامله ازاي؟ اهو يطلع من هنا على المين نزل على طول. اول ما ادوس على الدواسه يروح السروت الفالف فاتح مره واحده، واقوم ضاغط على الاكسلريتور بامب دي كمان ايه؟
مرة واحدة تقوم ميكانيكالي جبر الفيول ان هو يطلع بسرعة مع زيادة مين؟ الهواء. طب بعد ما انا خلاص انا فاضل دايس رجلي ثابتة على الدواسة، هل البومب دي بتفضل تطلع فيول تاني؟ لا، لان انا ضغطت عليها مرة واحدة وفضيت ايه؟ اللي فيها. بس هيكون ساعتها بقى حصل بيلد اب للفاكيوم جوه الكاربريتور وابتدى الفيول كميته ايه؟ تزيد بالزيادة الكافية اللي تخلي الانجن شغال بالاير فيول ميكسشر الصح بتوعه. تمام؟ اه فرقت ايه؟ لا بص بص، قبل بس ما تسأل السؤال، عربيات السواق مبدئيا مش كاربراتير، ده مبدئيا انا بشرح لكم ليه الكاربراتير. انت بص، انت من هنا ورايح انت نادر لما هتقابل كاربراتير. الكلام ده لما انا مثلا كنت بدرس في 2010 2011 الماده ديت، كان لقى العربيات الكاربراتير لسه ايه منتشره وموجوده ومش عارف ايه. دلوقتي بقت نادره جدا. بس الفكره كلها انت لازم تعرف الكاربراتير بيشتغل ازاي، وتعرف ايه بيتصرف ازاي في النقط او في الاوضاع المختلفه بتاعت الاوبريشن، عشان تعرف احنا حلينا الكلام ده ازاي في الايه في الانجكشن سيستمز الجديده. تعرف ليه في الانجكشن سيستم معمول السيستم ده، عشان كان في مشكله في الكاربراتير بتعمل كذا وحليناها بالسيستم ده. ليه احنا ازاي؟ ما لسه هشرح الانجكشن سيستم هتعرف. مش كلها، مش كلها. لا ما هو دي اكسلريتور بامب ديت، دي جزء تاني غير الفلوتد تشيمبر. يعني الفلوتد تشيمبر جايبه اهي الفيول بتاع، شايف بص شايف هنا الجزء ده، ده الخط اللي واصل بالفلوتد تشيمبر، ده في جزء تاني في سيكشن ورا ده. انما الاكسلريتور بامب بتطلع الفيول من النوزل دي. تمام؟ يعني ايه صوت ايه؟ الصوت العالي لما بنزين العربيه. ما هو ده الار بي ام بتاع الانجن بيعلى. اه ما انت بتدي له فيول وما بيتحركش فالار بي ام بيزيد. طبعا في نقطه مهمه جدا وبرضه دي مشكله من مشاكل الكاربريتور، ان لو العربيه على مطلعيه جامده او على منزليه جامده، الليفل بتاع الفيول اللي جوه الفلوتد تشيمبر بيبقى ماله مختلف. وبين ان الليفل مختلف فبيأثر على الفلو بتاع ايه الفيول، فتلاقي ان عند نفس البريشر بس لو العربيه الليفل بتاعها مختلف، ده مأثر لك على ايه على الميكسشر، ممكن يبقى يا ليدر يا اما ريتشر. تمام؟ عشان كده دي من ضمن مشاكل ايه الكاربريتور. الكاربريتور فيه بتبقى حاجات منهم بارل واحدة، يعني هي فينشوري واحدة، وفي حاجات مالتي بارل. مثلا عندك فيه تو بارل كاربريتور بيبقى ليها اتنين بيزكس ديزاين، يا اما ان انا عندي اكن اتنين كاربريتورز لازقين في بعض، وده للانجنز الكبيره شويه. لو انجن مثلا 8 سلندر، بدل ما يبقى هو كاربريتور واحد بسروتل فالف واحد ل 8 سلندرات، لا يبقى سروتل بكاربريتور يعتبر، يعني اكنك اثنين كاربريتور نصه للاربع سلندر دول ونصه للاربع سلندر دول. تمام؟ ودول بيبقوا الاثنين ليهم نفس الفلوتد تشيمبر بس كل واحد طالع له جيت مختلف. تمام؟ يا اما بيبقى ستيجد كاربريتور ان هو ليه تو بارلز بس كلهم بيخدموا على نفس السلندرات، يعني كلهم بيخدموا على الانجن كله. ازاي؟ انا في السرعات القليله او في اللودز القليله، هل محتاج كميه فيول كبيره؟ لا. فاهم؟ الدوسه البسيطه بتاعت دواسه الاكسلريتور بدل تفتح المين سروت الفالف اللي هو بيبقى في بارل من الاثنين. تمام؟ وده يديني الفيول للسلندر الانجن كله. لما اجي بقى في اللودز العاليه عايز دوسه جامده، يقوم بعد دوسه معينه بعد زاويه معينه للسروت الفالف الاساسي، يقوم فاتح السروت الفالف بتاع ايه البارل الثانيه. بقى ساعتها كده الفيول بيدخل له من كام بارل؟ من اثنين، فاخد فيول اكتر واخد باور اكتر.
تمام. طبعا في عندي مثلا الفور بارل كاربريتور، بس الفور بارل كاربريتور بقى مش بروح جاي حاطط يعني، مش بيبقى مثلا انجن 12 سلندر وبحط له ايه الاربعه. الفور بارل كاربريتور ده بيبقى اكنه اتنين كاربريتور من اللي هو ايه التو ستيجز ده. يعني مثلا بيبقى شايفين الفتحتين الصغيرين دولت والفتحتين الكبار دول صح، مثلا فتحه 1 و3 مثلا دولت المين سلوت الفالف، ان انا لما بضغط على الاكسلريتور بيدل الاثنين دول بيفتحوا، ده بيغذي اربع سلندرات وده بيغذي اربع سلندرات مثلا لو انجن 8 سلندر تمام. طب لما بقى اجي فلودز عاليه وادوس على الاكسلريتور بيدل جامد، يبتدوا بعد زاويه معينه يروحوا فاتحين ده وده، بقى دولت اللي بيغذوا الاربع سلندرات دول ودولت اللي بيغذوا الاربع سلندرات دول، فقدرت اديهم باور وفيول اعلى تمام. ايه عيوب بقى الكاربريتور؟ بما ان هو كله ميكانيكال وموفينج بارتس ومش عارف ايه، فالوير بيبقى فيه بسهوله اكتر وبالتالي الافشنسي بتاعته بتقل. في درجات الحراره القليله بيحصل حاجه اسمها ايسنج، ان يبتدي الفيول يسقع ويبقى يتلج على الحروف بتاعه الكاربريتور السائع تمام، وما يقدرش يطلع بسهوله. في بوسيبيليتي للباك فاير. يعني ايه الباك فاير؟ ان النار كومباشن يحصل عند الانتيك. ازاي؟ هو الفيول اساسا فين في الكاربريتور ده؟ تحت الاير فلتر على طول، فلو حصل اي باك فاير من السلندر الفيول يولع من فوق على طول، غير في الانجكشن سيستم ان انا بعمل انجكشن قدام على طول الانتيك فالف تمام. تحصل مشكله الفيبر لوك. يعني ايه الفيبر لوك؟ الكربريتور ده مش ده راكب فوق الانجن على طول؟ يعني كل سخونيه الانجن عامله ايه طلع عليه في الجو الحر، ولو انا العربيه واقفه في مكان ما بتتحركش وما فيهاش تهويه، يبتدي الفيول اللي جوه الكربريتور ده ايه يسخن لدرجه ان هو يبتدي يتبخر. انتوا عارفين في اي فلويد سيستم لو في فيبر بابلز في السكه هل يبقى في فلو افكتيف او في بريشر افكتيف؟ ما يقدرش. فتلاقي حصل فيبر لوك ومفيش فلو رايح للانجن، والانجن ممكن يعطل. غير ان طبعا تقسيمه الفيول اللي طالع الاير فيول ميكسر اللي طالع من الكربريتور عمرها ما بتتوزع بالتساوي على كل ايه السلندرات تمام. عشان كده قالوا لازم نعمل ايه الانجكشن سيستمز تعوض مشاكل الكربريتور دي كلها، ودي ان شاء الله بقى ايه نكملها